السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سارة بيبس فيندو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، غادي نديرو مع بعض بيتزا غولي تجي خفيفة وبزاف بنينة. تبعوا معايا المقادير. عندي 250 غرام فرينة، 150 غرام ماء دافي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة ملح، عندي هنا شوية سكر قد من نص معلقة صغيرة. هنا السكر يبقى اختياري، تبغوا ديروا تبغوا ما ديروش. نجيب عجانة او امبول الى حبيتوا تعجنوا بيديكم. ندير الماء، نزيد له داك الخميره ونخلطهم لمده دقيقتين. بعد ما نخلطهم غادي نزيد هنايا الفرينه ونزيد الملح وهذيك شويه تاع السكر، وندير هنايا زوج معالق كبار زيت زيتون ونخليها تنعجن لمدة دقيقتين على الأقل. هنايا بعد من عجنت درتها هنا في ان بول، شوفوا تجي طرية، وغادي نغطي عليها وترتاح لمدة ساعتين. هنايا بالنسبة للحشوة تبقى اختيارية، انا جبت اللي كان عندي في الثلاجة. عندي هنايا صوص طوماط واجدة، انا استعملت هذه، وعندي هنايا كفتة مقلية والزيتون مقطع، وعندي فرماج غابي موزاريلا، وعندي طماطم مجففة قطعتها الى قطع صغيرة. هنا العجينة بعد ما ارتاحت غادي ندير شوية فرينة على سطح العمل ونورقها، لازم تكون العجينة رقيقة. ندير هنايا لاصوص طماط، نزيد عليها فخوماج، ندير الكفته، نزيد زيتون، ونزيد هذيك الطماطم المجففه، وغادي نبقى نلوي العجينه بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نقطعها بهذا الشكل ونديرها في صينيه، وكون درت عليها ورق الطهي. ونحاول هكا نبسطها شوية بيدية، ونكون سخنت الفرن على درجة 200 درجة وندخلها الطيب لمدة 15 دقيقة. وهذه هي بعد ما طابت، ونقدمها بالصحة والراحة. نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أنكم تجربوها وتخلوا لي رأيكم في التعليق، ونتمنى انكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.